لأحمد عيد يعدي في الزحمة إلى شيكابالا. انفراد انفراد انفراد، التعادل يا شيكا، التعادل يا شيكا يا شيكا يا شيكا، 1-1 الآن، يفعلها الفتى الأسمر ويعود بالزمالك إلى المباراة سريعا. يتعادل الفارس الأبيض والهدف عن طريق معشوق الجماهير شيكابالا، يتعادل الآن في الدقيقة 29. سريعا عاد الزمالك إلى المباراة من أول لمسة تصل إلى شيكابالا في مكان مؤثر، يستخلص الكرة وينفرد بالمرمى ويضعها داخل الشباك لتصبح النتيجة 1-1. يعود الزمالك إلى أجواء اللقاء من جديد، وانتو حلوة ما بين أحمد عيد وإسلام عوض، تصل إلى شيكابالا لاستلام حل كل المشاكل، لاستلام نصف هذا الهدف، وضع الكرة أمامه، وضع خط الدفاع بالكامل في ظهره، خلاص شيكابالا ينفرد، شيكابالا يضع الكرة داخل الشباك، 1-1 الآن. فرحة حلمي طولان وأسامة نبيه، يا رب تكمل على خير، يا رب فرح المصريين.